أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة صوت العراق، ونقرأ مقالا بعنوان الوضع السياسي في العراق في مرآة قانون الموازنة للكاتب سمير عادل. إن المعضلة الأصلية في قانون الموازنة ليس كما يراها أو يصفها عدد من المحللين السياسيين والخبراء الاقتصاديين والمؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي بأنها أكبر موازنة في تاريخ العراق، وينفق ما يقرب منها مقدار 57 مليار دولار على دفع المعاشات والأجور في القطاع العام. إنما الحقيقة التي يتم التعمية عليها في هذه الموازنة وبشكل مخطط ومدروس على الأقل بالنسبة للمؤسسات المالية الأمريكية والسفيرة الأمريكية في بغداد التي تمثل إدارة جو بايدن، بأن الأحزاب الميليشياوية الحاكمة تعمل بشكل حثيث لحسم مسألة السلطة السياسية وتصفية جميع المعارضين والمخالفين، أما عبر ترسيخ وبناء مؤسسة قمعية ستبنيها لاحقاً أو عن طريق منح الامتيازات وشراء الذمم على جميع الأصعدة. إن ما هو أخطر في قانون الموازنة ويكشف عن ماهية الحكومة الحالية التي يقودها السوداني هو زيادة ميزانية الحشد الشعبي التي تجند 122 ألف عنصر كما هو مدون في القانون، من 2.5 مليار إلى 3.5 مليارات دولار، مع إضافة ميزانية إلى ما يسمى بالفرقة الخاصة التي لم نسمع بها، وعدد عناصرها 12 ألف عنصر. ويضاف إلى كل تلك الأجهزة الأمنية جهاز مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية ومجلس الأمن الوطني وجهاز المخابرات وهيئة المنافذ الحدودية، وبموازناتها خصصت أموال تقدر ب1.5 مليار دولار لنقابة الصحفيين التي من المفترض أن تكون مستقلة، أي تخصيص ميزانية لشراء ذمم الصحفيين وتجميل صورة النظام السياسي في العراق عبر تجنيد صف من الأقلام المأجورة. وما يثير السخرية أيضاً أنه تم تخصيص 1.5 مليون دولار لهيئة الحج، ويبدو أنها من أجل التكفير عن الذنوب عند كل عملية سرقة ونهب جديدة من هذه الموازنة. تحت عنوان المثلية وأسلحة الدمار التشريعي الشامل، كتب عبد السلام سبع الطائي مقالاً جاء فيه إن إصرار الأمم المتحدة على استصدار قوانين ومواثيق تستفز وتتحدى الفطرة البشرية للغالبية الفوق المطلقة للشعوب وقيمهم وديانتهم السماوية الثلاث لا يخلو من نوايا وخفايا ماسونية غايتها دمج المجتمع الدولي السوي بمجتمع الميم للمخلوقات الشاذة والمنبوذة المثليون. على ما يبدو أن التنامي وشيوع الظاهرة الجرمية المثلية المخلة بالحياء العام يعود إلى الاحتلال الأمريكي ومن ولاه للعراق، حيث ساهم في تشجيع وترويج هذا الفعل الشنيع. هذه الحقيقة أكدتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بقولها إن الأمن والهدوء سمح للعراقيين أن يتمتعوا بالحريات الأمريكية ومن بينها حرية الشذوذ، وللإمعان في تدمير الإنسان والأديان خصصت أمريكا 12 مليون دولار لجامعات عراقية لنشر المثلية كما يقول الكاتب. يبدو لنا أن محاولة دمج مجتمع الميم الشاذ من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي بالمجتمع السوي العراقي هو صفحة جديدة من صفحات احتلال العقول والديانات من أجل التلاعب بالفطرة الإنسانية الذكر والأنثى. فبعد الانتهاء من مرحلة الاحتلال العسكري لنهب الثروات وتدمير الاقتصاد والبنى التحتية للمواطن العراقي، تأتي مرحلة استهداف البنى الفوقية المتمثلة بثقافة وديانة وقيم وأعراف شخصية الإنسان العراقي. قد نضطر أحياناً للتذكير بالسبل الوقائية والعلاجية التي اعتمدناها للحد من ظاهرة الشذوذ الجنسي في المجتمع العراقي خلال الحروب المفروضة عليه، فمن خلال الدراسات التتبعية الخاصة والعامة لما يزيد على عدة عقود، سيما حين بانت لنا ملامح هذه الظاهرة في حرب الخليج الأولى، قمنا بملاحقتها وتقزيمها، لكنها دخلت مرحلة شم النسيم المنعش في العراق بعد 2003
من قبل دول ساهمت بغزو العراق، بعضها تغض النظر وأخرى تبيح علانية الشذوذ، أمريكا وإيران وبريطانيا. نقرأ مقالاً تحت عنوان حرق القرآن، إعلان حرب يتجاوز الاستفزاز، للكاتب سعيد الشهابي. بعيداً عن تقييم أداء السياسات الخارجية للدول العربية والإسلامية، فإنما صدر عن عدد منها مؤخراً من إدانات صريحة لحرق المصحف الشريف في السويد تطور إيجابي لا يتكرر دائماً. هذا مع التأكيد أن التنديد وحده لا يكفي، كما لا يكفي استدعاء سفراء السويد من قبل وزارات الخارجية لإبلاغهم امتعاض المسلمين لما جرى. هذه المرة برزت ظاهرة جديرة بالاهتمام تتلخص بحدوث هبة شعبية غاضبة ضد جريمة حرق القرآن، بالإضافة للمواقف الرسمية، كما احتجت حكومات عدد من الدول الإسلامية من بينها تركيا، الإمارات، الأردن والمغرب على حرق المصحف. لقد تكررت حوادث استهداف المقدسات الإسلامية ضمن ظاهرة جديدة قديمة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ويوثق التاريخ حروباً نشبت بسبب التعصب والحقد والجهل. وما الحروب الصليبية إلا أحد مصاديق ذلك، وكثيراً ما اعتقد البعض أن عصور التنوير والتطور الصناعي والتكنولوجي قد أضفت على العقل والعلم قيماً إضافية ومنحتهما دوراً في السجال البشري، وساهمت في تهميش ظواهر التعصب والجهل. ولذلك ثمة استغراب أن العقل الذي أوصل الإنسان إلى المجرات النائية وأعماق البحار ما يزال قاصراً عن استيعاب طبيعة الإنسان الذي يحمل هذا العقل. وثمة حقيقة أخرى مفادها أن حكومة السويد لم تتصرف بدوافع الحرص على حماية حرية التعبير كما تدعي، فهي تعلم كغيرها من سائر حكومات العالم أنه بموازاة تلك الحرية هناك حقوق الأفراد في التمتع بالسلم الاجتماعي الذي يعد اختراقه جرماً يعاقب القانون عليه. وحين يشعر ملايين البشر بخطر انفجار الوضع الأمني نتيجة الاعتداءات والاستفزازات التي تسمح الدولة بحدوثها، فإن ذلك بداية نهاية تلك الدولة، لأن حفظ الأمن على رأس مهماتها. خصصت صحيفة إنديبندنت افتتاحيتها للاضطرابات في فرنسا، حيث دعت الرئيس إيمانويل ماكرون للتصدي لوحشية الشرطة والإخصاء الاجتماعي. وأضافت الصحيفة أن اتحاد الشرطة في فرنسا يصب الزيت على النار بوصفه المشاركين في الاحتجاجات بالحشرات والجحافل المتوحشة، وقالت أنه يجب على الرئيس ماكرون التحرك بسرعة لمنع الانفجار المجتمعي. وأكدت الصحيفة أنها لم تكن تحلم أن تحاضر على الفرنسيين بشأن أمورهم الداخلية، لكننا كجيران فإننا نلاحظ أن باريس لديها مشكلة، والوضع في فرنسا يبدو أكثر خطورة من الاضطرابات السابقة، مثل احتجاجات هذا العام ضد إصلاح قانون التقاعد أو احتجاجات أصحاب السترات الصفراء قبل 5 أعوام. موجة الاضطرابات الحالية تشبه وربما أكثر خطورة من أعمال الشغب التي تبعت صعق مراهقين حاولا اللجوء إلى محطة فرعية لتوليد الكهرباء هربا من ملاحقة الشرطة في عام 2005. فالشرطة في هذا الوقت تبدو مذنبة، أو على الأقل الضابط الذي قتل الفتى نائل. إن الغضب على جريمة قتل نائل فجر مشاعر مكبوتة من عنف الشرطة في مجمعات سكنية تعيش فيها مجتمعات من أعراق مختلفة ومنتشرة حول المدن الكبرى في فرنسا، كما تم توجيه تهمة القتل العمد للشرطي. وقالت الصحيفة إن هناك أصوات سياسية أخرى أكثر شراً، مثل جان لوك ميلانشون الذي كان مرشحاً رئيساً لليسار في انتخابات العام الماضي ورفض الدعوة للهدوء ويبدو موافقاً على العنف. وكرر المتطرف إيريك زمور رسائله العنصرية وأن الثورة هي من صنع الأجانب. تهديد عداء الأجانب الذي يسيطر على فرنسا اليوم بات أكثر خطراً مما كان عليه في الماضي.
إلى موقع الجزيرة نت، ومقال للكاتب محمود عبد الهادي يقول فيه: لم يحسب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو حسابا لأحد، لا من العجمي ولا من العرب، حين أعلن صراحة ولأول مرة رفض قيام دولة فلسطينية والعمل على قمع الطموحات الفلسطينية بالحصول على دولة فلسطينية مستقلة. يقول الكاتب: ومع ذلك فإن هذه التصريحات تعتبر فرصة ذهبية كبرى للقيادة الفلسطينية، ينبغي ألا تضيعها هذه المرة كما ضيعت العديد من الفرص سابقا. بغض النظر عن الدوافع التي تقف وراء إطلاق نتنياهو لهذه التصريحات في هذا الوقت بالذات ومدى جديتها ومصدر القوة التي يستند عليها وهو يطلقها، غير مكترث لحلفائه الغربيين ولا لأصدقائه من العرب، فهذا كله شأن نتنياهو وحكومته ولا يهم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في شيء. تعد هذه التصريحات فرصة ذهبية كبيرة للقيادة الفلسطينية لفتح مرحلة سياسية جديدة تعيد فيها ترتيب الأوراق والتصورات والأولويات، وتعالج فيها المشكلات المستعصية، وتصلح فيها أوضاعها الداخلية وعلاقاتها الإقليمية والدولية. قدمت هذه التصريحات الدليل الأكبر على أن حل القضية الفلسطينية عن طريق صيغة حل الدولتين هو حل وهمي لا يملك شيئاً من مقومات النجاح، عدا عن كونه مضيعة للوقت والجهد، فتمضي السنوات تلو بعضها دون أن تحقق شيئاً يبشر بأن الحل يسير في الاتجاه الصحيح. تصريحات الفرصة الذهبية يجب أن تدفع كافة الأطراف الفلسطينية الفاعلة للتحرك من أجل استغلال الفرصة واستحضار المسؤولية التاريخية التي تفرضها المرحلة الراهنة عليهم، من أجل توحيد الصف الوطني وتقديم الطرح البديل الذي يضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني ويحقق تطلعاته المشروعة، والالتزام بهذا الطرح والإصرار عليه مهما كان الثمن. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العرب. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. الآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. دار الحجر بصنعاء إحدى عجائب الفن المعماري ومهرب لليمنيين من ولاية الحرب. يحاول اليمنيون الاحتفال وسرقة لحظات من البهجة والفرح في المتنزهات والمواقع الأثرية، رغم المعاناة والإرهاق التي أفرزتها الحرب الدامية منذ 8 أعوام، من ظروف معيشية منهارة وانقطاع الرواتب وتدهور اقتصاد البلاد.
وتعد دار الحجر الأثرية في العاصمة صنعاء من أهم المعالم التاريخية والأثرية، حيث يقصدها اليمنيون خلال الأعياد والمناسبات، لا سيما في ظل الحرب الحالية بحثاً عن البهجة والراحة. ويكتسب قصر دار الحجر قيمة تاريخية وأثرية، حيث شيد أواخر القرن الثامن عشر للميلاد بوادي ظهر على بعد 14 كيلومتراً شمال غرب صنعاء. أظهر دواء لمعالجة السرطان خاصا بشركة أسترازينيكا تحسنا ملحوظا لدى المرضى من الناحية الإحصائية بالمقارنة مع العلاج الكيميائي الاعتيادي في إطار دراسة عالية المستوى. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شركة الأدوية البريطانية القول يوم أمس الاثنين إن الدواء ساعد المرضى الذين يعانون من النوع الأكثر شيوعا من سرطان الرئة على العيش لفترة أطول بدون أن تتفاقم حالتهم بالمقارنة مع العلاج الكيميائي الاعتيادي. ولم توضح شركة أسترازينيكا مدة الفترة الأطول التي يعيشها المرضى بشكل عام، فيما تستمر التجربة لأن البيانات لم تكتمل بصورة نهائية بعد. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من موقع الصحف. الله لا يضر كل أم وولدها ويفرج كل معتقل يا رب. كنت راح على الزبداني، أخذني الحاجز تبع الجرجانية، أخذوني دغري على فرع المنطقة، من فرع المنطقة أخذوني على الخطيب، دليت 6 شهور، تعذبت كثير، عذبونا كثير، والله في وحدة يا حرام كل يوم تجي مشبوحة، وأنا والله أكتر ما قتلوني كمان إجاني الدسك. صار له شي سنة بلبنان، قام نزل بده يشق علي، والله قلت له لا تنزل، بس اسمته. قام قال لي يا أمي لا أنا بدي أنزل شق عليكي وبعود برجع. بعدين طلع قال لي رايح قال لي شو بده يجيب أغراض من السوق، قام طالعة حملة اعتقلوه. وما عدنا عرفنا عنه شيء. قتلوا قدام الباب قدام بيبه عريس شهرون، والله العظيم عريس شهرون، وكان مجوز، قامت طلعت مراته حامل شهرون. انتهت فقرات صدى الأقلام لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.